أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية لحجز المواعيد المسبقة للتقديم للسفر وفق الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية على الموقع الرسمي للوزارة، وأوضحت أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فإن سفر المواطنين سيقتصر على فئات محددة، أولها الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وعلى نفقتهم الخاصة، وكذلك الطلبة دارسون في الخارج، وأيضا المواطن والمواطنة ممن لديهم زوج أو زوجة أجنبية خارج البلاد، أو من يعمل بوظيفة ويقيم في الخارج، إضافة إلى الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها الوزارة على أن لا تقل مدة السفر عن 30 يوماً.